أمريكا رغم كل المصاعب ورغم كل الفوضى اللي حصلت بالبلد ورغم كل شو اسمه هي تزمت وتعنت بأن تبقى بهالبلد وما راح تطلع من البلد إلا عن طريق المقاومة. التواجد الأمريكي شبه احتلال للعراق، وعليه أي دولة تتواجد عليها قوات أمريكية تعتبر شبه محتلة، فالاحتلال إحنا نرفضه مبدئيا ومري تواجد قوات أمريكية على أراضي. أما بالنسبة للفصائل فالفصائل هذه عراقية وتدافع عن نفسها وعن وطنها وعن بلدها. الفصائل طبعا تدافع عن الشعب، تمام ولا لا؟ والاحتلال بحد ذاته يجيب أسلحة ويخلي القوة مالتهم. هسه ما دمروا فلسطين، راح تدمر لبنان، راح تدمر سوريا، الأردن، وجون علينا بالضبط. أن تواجد القوات الأمريكية في العراق هو غير شرعي، ولا بد أن تكون هناك سيادة وطنية للعراق، لأن ما معقول إحنا أرواح شبابنا يعني في أي لحظة الأمريكان يضربون ويخترقون السيادة الوطنية. فإحنا كمواطن عراقي أطالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق. حياكم الله. ما الذي دار بين السوداني وبلينكين؟ اتصال حملت كواليسه تفاصيل وحوارات أعمق مما أعلنته البيانات، ولكن أبرزها كانت تحذير من التصعيد أم تهديد ووعيد غزة، بيروت وسيادة دول المنطقة، تأكيدات أشار لها السيد السوداني وأشر على أسبابها وتداعياتها. فهل من مستجيب؟ مصادر أعلنت ما أخفته البيانات، رسالة الأمريكان باستخدام كل الأساليب المتاحة للرد على أي اعتداء على أماكن تواجد قواته، في المقابل مطالبات بضمانات لعدم تكرار الهجمات على مقار الحج الشعبي، وما بين الاثنين فصائل تطلب الثأر ولا تنسى الدماء التي أريقت على الأرض. فهل سينجح السوداني بحفظ أمن الطرفين والحفاظ على التهدئة، أم أن الشغل الشاغل سيكون حماية قواعد التحالف بحسب بعض التصريحات الرسمية؟ وبين كل ما ذكر هناك أحداث وتطورات تفضي لما هو أكبر من التوقعات، ومن أراد إشعال الأوضاع سيكتوي بنار ضربات المقاومة. اللفت الأول راح يكون عن كواليس الاتصال الذي جمع بين القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. ومحور حديثنا في هذا الملف راح يكون مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ كامل الكناني. حياك الله أستاذ. حياك الله، مرحبا بك. أهلا وسهلا. كما أرحب بالخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني. حياك الله. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ كامل وأبدأ من هذا الاتصال، شنو فحواه وليش هذا التضارب بين الطرفين؟ هناك من يتحدث أنه تهديد ووعيد، وهناك من يتحدث أنه دعوة العراق للتوسط لإيقاف التصعيد في المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله وحيا ضيفك الأستاذ العزيز أستاذ عدنان الكناني الخبير الأمني ومشاهدين هذه القناة الطيبة. بالحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تملك هذه القدرة على النفاق والخطاب المزدوج، تتحدث بلغتين، تتحدث بثلاث لغات، تتحدث باسم السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنها تسمح لمجرم وحشي يرتكب الجرائم وينفذ ما يريد من جرائم وتلبس لبوس حمام السلام وتطالب الآخرين بوقف التصعيد. وقف التصعيد بالمفهوم الأمريكي هو إطلاق يد نتنياهو بارتكاب كل الجرائم اللي
يراها مناسبة لبقاء بالسلطة، ومن ثم تطالب الآخرين بعدم التصعيد. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتحرك حركة دبلوماسية وعسكرية وأمنية واسعة للضغط على الجمهورية الإسلامية لعدم الرد على جرائم الكيان الصهيوني في الاعتداء على العاصمة طهران واغتيال الشهيد البطل القائد إسماعيل هنية بعنوان التصعيد يضر المنطقة، ولا أحد يريد التصعيد. هو صحيح لا أحد يريد التصعيد، ولكن أيها المجرمون لماذا لا تمنعون كلبكم المسعور الذي يقتل الناس ويهدم البيوت ويهاجم المدارس؟ اليوم مدرستين تم هجوم أكثر من 60 شهيد، يضرب المستشفيات يضرب المدارس، وأمريكا تلبس لبوس السلام وتطالب تهديد وعيد لو دخول العراق للوساطة. أنا أعتقد هو أمريكا لا تستطيع أن تتخلص من أمريكا، أمريكا القائمة على أساس القتل والبطش والإبادة الجماعية، ومنذ تأسيسها ككيان سياسي قائم على قتل الناس الموجودين في أمريكا اللي هم الهنود الحبر، قتلهم وإبادتهم، ومن ثم تأسيس دولة وبدأت قيادة الحروب في العالم. الآن كل الحروب اللي بالعالم أمريكا وراها، كل مشكلة بالعالم الآن من الصين إلى فرموزة، من كوريا الجنوبية والشمالية، من الشرق الأوسط، كل المشاكل بالعالم هي أمريكا الحاضر والمستثمر والمحرك والمحرض الأول بها. فإذا هي لا تتخلص من لغة التهديد، ولا تتوقع من الآخرين أن يرفضوا موقف، على الآخرين أن يطيعوا الذي لا يقف مع أمريكا وضدها. هنا المشكلة، حضرتك ذكرت أنه أمريكا تتحدث بلغة المنافقين، عندها وجهين، الحكومة العراقية تتحدث بأي لغة؟ أنا أعتقد أن موقف السيد السوداني واضح وصريح جداً، وطلب من بلينكن أن يلجموا نتنياهو، وقال إذا كنتم لا تريدون التصعيد أوقفوا الحرب، أوقفوا نتنياهو. أنا أعتقد هذا الخطاب بهذا الوضوح لا يمكن للسياسي في المنطقة أن يتحدث بأكثر من هذا الوضوح. إحنا ما نطالب السوداني أن يلزم بيده تشاكوش ويالي جطق. هذا الكلام الواضح والصريح يمثل موقف العراق، يمثل موقف جيد، وعلى القوى السياسية وعلى القوى الجهادية أن تدعم مواقف السوداني في مواجهة الأمريكا. طيب، تقوية السوداني الآن لمصلحة العراق ولمصلحة المنطقة. أجد الترحيب بحضرتك أستاذ عدنان. في تصريح رسمي للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ذكر بأن الحكومة نجحت في الحد من استهداف القواعد الأمريكية. طيب شلون نجحت بالحد من استهداف القواعد الأمريكية ويومية شباب الحشد يتعرض إلى هجوم ولا استشهاد العديد من الأشخاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا شاء الله ست فرح، حيا الله جمهوركم الكريم، حيا الله ضيفك الكريم ابن عم الغالي. هذه فرصة طيبة أن نلتقي هنا. أستاذ كامل العزيز وأستاذي الله يبارك فيك. الحقيقة هنالك جملة تناقضات يعيشها الجو العراقي. يعني الغريب أنه البعض يخرج ويكذب العلن دون أن يكون هنالك حياة ولا خجل، وربما يحاول أن يلف ويدور على الحقيقة ليوهم الشعب العراقي على أن هنالك حياة طبيعية وهنالك إرادة عراقية حقيقية وهنالك سيادة عراقية وهنالك قرارات عراقية ممكن أن تقول للأمريكان والأجنبي كلها، وبالتالي هي الحقيقة عكس هذا تماما. لذلك يبدو أنه البعض هم موظفون عند الأمريكان أكثر ما هم موظفون عند الدولة العراقية. من دول البعض؟ ليش ما نسميه اليوم؟ طبعا أنا أسميهم الآن بعض السياسيين الذين يعملون لصالح أمريكا، ومن عطل قرار مكافحة التجسس وسمح للعملاء والجواسيس أن يعبثوا بأرض العراق فسادا هذا موظف عند الأمريكان. الآن الحكومة هي اللي عطلت معطلة لقانون مكافحة التجسس، طبعا مو فقط حكومة السيد السوداني، كل الحكومات التي سبقت وحكمت العراق منذ 2003 لحتى هذا اليوم هي مساهمة لفتح الحدود العراقية للعملاء والجواسيس وشبكات التجسس وعمليات التجنيد التي تمت داخل الأرض العراقية وخارج العراق. سياسيين عراقيين جندوا، أحزاب عراقية دخلت تحت بطانات دول معينة، هنالك دول لديها نفوذ وفتحت مكاتب، وهذه المكاتب أثبتها مقرات لأحزاب سياسية، والحكومة العراقية عطلت القانون الذي ممكن بموجبه أن نقاضي ونحاسب كل عميل وجاسوس. لذلك نقول القرارات الآن الصادرة من التشريعية وحتى من التنفيذية هي قرارات ضد مصلحة البلد وضد وهي اليوم البلد. أكو تناقض بالتصريحات، لأنه ست فرح القرار الوطني لا يصدر إلا من رجل وطني، لكن دائما القرارات المشكوك بها تصدر من أناس مشكوك بولاهم. زين، هذا فيما يتعلق بالوطني. زين، عندك تضارب تصريحات، يعني اليوم مصدر رسمي يقول لك الحكومة نجحت في إيقاف
والحد من استهداف القواعد الأمريكية، لكن ما تطرق لموضوع قبل نص ساعة ضربت قاعدة الأسد بصاروخ. صحيح هذه قبل نص ساعة، لكن أنا أتحدث لك عن مصدر رسمي. الطريق جايين صحيح يعني ضربت قاعدة الأخ الوايحية هو يتحدث بلسان القائد العام، هو رجال مو من كيف يسطح، هو يتحدث عن توجيهات القائد العام وتوجيهات مكتب القائد العام، لذلك نقول ناقل الكفر ليس بكافر. وأيضا نتحدث أيضا عن الناطق باسم العمليات المشتركة، لأن هنالك دائرة تسمى العمليات المشتركة. الغريب أنه أمريكا تستهدف أرض عراقية وتدير العمليات المشتركة داخل غرفة العمليات المشتركة، ما يسمى التحالف الدولي بقيادة أمريكا. والآن مظاهريا القائد العام يعتبر هو القائد العمليات المشتركة بصفة القائد العام للقوات المسلحة، ويمثل ضابط ورتبة كبيرة جدا داخل العمليات المشتركة. لكن هل هنالك قرارات فعلا تخدم العراق داخل العمليات المشتركة أم تخدم المصلحة الأمريكية؟ هو مو المسؤول عنها القائد العام للقوات المسلحة، مصاحب الكلمة الأعلى في البلاد. طيب شنو رئيس لعد استهداف القوات الأمريكية اللي موجودة تمثيلها بالعمليات المشتركة لأرض عراقية؟ هذا التناقض شنو؟ احنا هنا تناقضات. هسه خلينا نحكي عن القائد العام أيضا للقوات المسلحة. نتحدث عن وجود سيادة مطلقة للقوات الجوية الأمريكية بأرض العراق، والعراق لا يمتلك إلا بعض الطائرات المتهالكة. هذه إحنا نقطة منتهين منها. ستفرح، هنالك خرق على حدود العراق الآن، الجيش التركي متوغل بأرض العراق. كل هاي النقاط أنا أتفق بها، لكن لما يطلع مصدر رسمي بحجم اللواء يحيى رسول ويقول إحنا استطعنا ونجحنا، أول شيء كانت أكو هدنة مع فصائل المقاومة، فتشون نجحت من الحد منها. والآن هذه الهدنة انتهت، ليش ما تطرق بوجهة نظرك إلى استهداف الأمريكيين لمقار الحيج الشعبي؟ ما أنا قلت يعني أكو البعض هم يعملون لصالح أمريكا أكثر ما اللي يعملون لصالح، يعني اليوم القائد العام يعمل لصالح أمريكا أكثر من لصالح. والله شوف ست فرح، هسا أنا حتى لا زكي ولا أتهمه، لكن إحنا ننظر إلى الأفعال. نعم. الآن حدود العراق منتهكة، الأمريكان هسا ظاهريا يعبثون بعقول الناس، والبعض يعتقد ان وجود الامريكي هو صمام امان وعمليه توازن، لان هنالك نفوذ ايراني ولا بد ان يقابل النفوذ الامريكي، وهنالك من يعتقد انه تقاطع بالمصالح. هذا نتركه على صفحه، نبدا بموضوع اخر واضح للعيان اللي هو التجاوزات التركيه على حدود العراق. الان فرقه مدرعه اجتاحت حدود العراق من 25 يوم، 1000 مقاتل دخل مع 300 دبابه واليه مدرعه بحدود العراق، مع 2500 سبقوهم، مع محطة استخباراتية مخابراتية بعمق العراق بمدى 220 كيلومتر في بعشيقة. وبالمقابل الجيش العراقي لاغي مدارس الحروب الجبلية اللي جندينا يقدر يتهيئ ويقاتل ويدافع ويصمد بالمناطق الجبلية. ما عندنا إمكانية للقتال بالمناطق الجبلية، لأنه بفضل النظام السيستم العسكري الآن الموجود لغيت مدرسة الحروب الجبلية. وبما بكلمة واحدة سيادة العميد، ما يحدث شو توصفه بكلمة واحدة؟ والله أعتقد يعني لو قعدنا شهر صعب جدا، يعني ما يقدر نختزل. سوء إدارة، سوء تخطيط، خيانة، لا الوطن مبيوع. بس اسمع، أنا راح يعني أوصف بوصف أقبح ما موجود. أقبح ما موجود، وهذا ما يطلق إلا على ربما حتى يعني هو بعد ماكو أدنى من عنده لقب، إنه خيانة للعراق، خيانة للأمانة. خيانة للأمانة. يعني خيانة طيب. على ما اتمنوا عليه. طيب أستاذ كامل، حضرتك ذكرت يجب على فصائل المقاومة أن تدعم السيد محمد الشاعر السوداني، بعد هذا التصريح شو؟ هسا قلت حضرتك قاعدة عين الأسد استهدفوها، هذا دلال على عدم وجود توافق بين الحكومة وفصائل المقاومة. سيد فرح، أكو دولة بالعراق. زين. هاي الدولة أكبر من الحكومة وأكبر من العمليات المشتركة وأكبر من لواء يحيى. الدولة بها عوامل قوة وبها عوامل عزة وبها عوامل جهاد وبها مرجعيات دينية وبها شخصيات كبيرة وبها خط وطني وإسلامي واضح. الحكومة، هذا النظام السياسي تشكل من بداياته إذا تذكرون ب 2003 أول ما أسقط النظام، جت أمريكا وبريمر وغارنر وأياد علاوي يشكلون هذا الجيش وهاي التشكيلات. هاي التشكيلات كلها بقت مخترقة، شخصيات كثيرة مثل ما أشار أخي وعزيزي والعبيد الأستاذ عدنان إلى أن هنالك شخصيات تعمل لصالح الأمريكا. صار أكثر من 20 سنة ما رح ننظف هذه الأجهزة. هذا حقيقة لحد الآن. هو معنى عمليات المشتركة شنو؟ هو معنى العمليات المشتركة معنى أن هنالك جزء من سيادة العراق
التنفيذية في الجانب العسكري مقتطعة ومودعة بيد هذه اللجنة المشتركة، نص عراقي ونص أمريكي. 50% أمريكا تقود ما يسمى التحالف الدولي، وهم جايبين فصيل تركي، العفو إيطالي، مجموعة من الإسبان، يعني كل الأعداد الموجودين الأجانب ما يشكل بالضبط، ما يشكل معدوم 100 واحد. القوة أمريكا، لكن ذلك مجرد اسم تمثيل، حتى يقولون تحالف دولي وعمليات مشتركة. العمليات المشتركة إذا ما تلغي لا يقطع يد أمريكا في من يقدر يلغيها؟ الرئيس القائد العام، صفة القائد والبرلمان والقوة السياسية العراقية كلهم يقدرون. ويعيد العمل أستاذ أبو منتظر اسمح لي، يعيد العمل ب القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية من قادة عسكريون عراقيون. زين أستاذ كامل، إيش منتظر اليوم رئيس الوزراء والبرلمانيين؟ إيش منتظرين حتى يحلوا؟ اليوم سماءك، قال أستاذ عدنان، سماءك مخترقة، طبيعة الحدود العراقية منتهكة، إيش منتظرين؟ طبيعة النظام السياسي طبيعة استرضائية، طبيعة تشاركية لا يملكها طيف واحد ولا يحكمها طيف واحد، بالرغم من وجود أكثرية برلمانية لدى الإطار التنسيقي ويستطيع أن يفعل ما يريد، ولكن لحد الآن لم يذهب إلى هذا الخيار، لم يذهب إلى خيار التصادم مع أمريكا وإخراجها بالقوة. لحد الآن يعتقد بعض السياسيين العراقيين وبعض القوى السياسية العراقية أنه بالإمكان إخراج القوات الأمريكية بالتفاوض والتفاهم، وهذا أثبت خطأه. أثبت يعني الولايات المتحدة الأمريكية البارحة، العراق يقول نتفاوض لجدولة الانسحاب، الأمريكان يقولون لتغيير العناوين القتالية. تغيير العناوين يعني مفاوضات من أجل تغيير العناوين، يعني تثبيت ترسيخ وجود معنا الوجود باقي، وهذا وعطاه شرعنا للوجود. هذا المقاتل الأمريكي راح نسميه خبير، راح نسميه مستشار، راح نسميه عالم بالعسكريات، راح بس ما نسميه مقاتل عسكري حتى نخلص من صفة الوجود العسكري المقاتل اللي هو وجوده مخالف للدستور. أنا أعتقد إحنا بحاجة إلى بلورة هذا الخط الوطني، دعمه، تقويته. الخط الوطني شلون وأنت عندك سياسة الاسترضاء؟ والاسترضاء المنو على مود شنو؟ يعني موجودة فعلا، يوجد صراع سياسي، تدافع سياسي. القوى السياسية الإسلامية دخلت في المشروع الأمريكي خلال فترة وجود القوات المحتلة ونازعت المشروع السياسي الأمريكي من أجل بناء مشروع سياسي وطني، وتمكنت في 2011 من إخراج القوات الأمريكية، أخرجتها من اليوم الاتفاقية كامل الأمنية. اليوم عندها قصف شبه يعني شبه دوري على مقار الحاج الشعبي. اليوم هذول منو يأخذ حقهم؟ يعني هذا الكلام كله اللي تفضلت به هو كلام جميل نظريا، لكن وين التطبيق على أرض الواقع؟ في جزئية ست فرح أستاذ أبو منتظر، شيء أنا أقوله يعني أقوله وأبناء الحشد الأبطال لازم يقودون به تماما. أولا ما ينالهم الآن من استهداف من قبل الجانب الأمريكي هذا دلالة على نبل وشهامة وبطولة ومصداقية هؤلاء الأبطال بخدمة العراق وشعب العراق، لأنه هؤلاء الأمريكان الأندال الأوباش كل ما هو قويم ووطني وغيور على العراق هدف لهم وعدو لهم، لذلك الآن يصب جل غضبهم على كل القوى الوطنية. كامل أنت دا تقول همجي وأوباش وخائن وكل الصفات القبيحة عند الجانب الأمريكي، تخليه بالعمليات المشتركة بقيادة العمليات المشتركة، من يخلي تسلط على أبناء الحكومة العراقية، تسلط على رقاب أبناء بلدك؟ ستفرح عن الناس اللي صار لي سنين أحكي بهاي اللغة اللي جينا مش تحكي بها، أقول إحنا علينا أن نتخلص من الوجود الأمريكي أولاً، حتى نتخلص من الوجود الأجنبي لابد أن نفعل قانون مكافحة الجاسوس. الآن أمريكا وإسرائيل وتركيا ودول الخليج لديها أذرع بالتشريعية والتنفيذية، أنا بداية أقطع الأذرع حتى أجيب ناس وطنيين، قرارات وطنية تصدر من بيت وطني يخدم العراق وشعب العراق. بتحصيل حاصل لن يكون وجود أمريكي، ولن يكون هنالك تعاون مع الجانب الأمريكي، ولن يكون هنالك سيطرة أمريكية لا على سماء العراق ولا على أرض العراق ولا على قرارات العراق ولا على أموال العراق والعراق. طيب أستاذ كامل، بصراحة اتصال بلينكين فتح أبواب التساؤل حول أن المقاومة العراقية إذا ما قصفت ستجابه برد أمريكي قاسي جدا، هكذا تحدثت بعض المصادر المسربة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك غير القتل وغير القسوة وغير القصف، وهي تستعمل هذه القدرة باستمرار. يعني في كل مكان بالعالم أمريكا تقصف وتقتل، تقتل باليمن، تقصف بالصومال، تقصف بالعراق، يعني ما هي ما عندها سياسة أخرى غير محاولة الإخضاع، محاولة إخضاع الآخرين بالقوة.
وهذا العراقيين ذاقوا بشكل واضح وصريح بطش الأمريكان وقسوة الأمريكان وجرائم الأمريكان، وبشكل أوضح من بعد 2003 إلى الآن. كانوا قبل يدعمون صدام يعدم بالناس ويقتل بهم، بعدين تغيروا من دعم صدام أجوا بشكل مباشر. فالمعركة السياسية مع القوات الأمريكية من 2003 إلى الآن حققت إنجازات مهمة، حققت انتزاع المسار السياسي، حققت كتابة الدستور، حققت الانتخابات، ولكنها لم تتخلص من بقايا المشروع الأمريكي، وهي واحدة منهم قيادة العمليات المشتركة، واحدة منهم تهديم البنى التحتية وحل الجيش العراقي. لازلنا ندفع ثمن باهظ جدا. بزمن الشهواني الأمريكان اجوا واسسوا جهاز المخابرات، نقلوا شعب كاملة من مخابرات صدام حطوها بجهاز المخابرات الجديد، شعبة سوريا، شعبة إيران، شعب يعني هم الضباط اللي جابوهم كانت حركة الوفاق، حركة الوفاق الوطني اللي رأسها السيد أياد علاوي، كانت لا تقبل في صفوفها إلا الرفيق الحزبي بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة وضابط الأمن وضباط الحرس الجمهوري. هاي الحركة السياسية هي اللي إجت وشكلت المرحلة. أقول لك أستاذ كامل، ذكر الفترة الستة شهور الأولى الحكومات شكلت الشرطة والجيش والداخلية. خلينا نحكيها طق بطق، الحكومات بيد من؟ مو بيد الأغلبية؟ لا، من الناحية الواقعية لحد الآن لم تحصل الأغلبية على كل ما تريد. هي لم تحصل لو هي انطت فرصة للآخرين؟ لا، لا، هو المشروع هو يعني من البدايات، يعني أنت لا تتخطين الحقبة التاريخية اللي تشكل بها هذا النظام. شلون تشكل هذا النظام؟ شلون تشكل هذا الجيش الجديد؟ يا هو اللي شكله ابراهيمر وعلابي قعدوا ورجعوا لهم. انت لو عندك حكومه قويه، انت لو عندك حكومه قويه تطهر الاجهزه الامنيه من هذول المندسين وانتهى الموضوع. واليوم الحكم بيد الاغلبيه، الاغلبيه ليش ما تتفق على طرد المحتل الامريكي؟ لحد الان الاغلبيه لم تذهب الى خيار الفصائل الجهاديه وخيار المقاومه بالقوه. لحد الان لا زالوا يعتقدون ان الحديث والحوار والمفاوضات هي الطريق الأسلم لتحقيق مصالح. أستاذ عدنان، تتوقع هذه النقطة صحيحة اللي تفضل بها أستاذ كامل؟ لأنه اليوم أكو مصادر تقول لك فصائل المقاومة عزمت على الثأر لدماء الشهداء وما راح تهتم لقرارات الحكومة العراقية، خاصة بعد التصريحات الرسمية الأخيرة بالدفاع عن القواعد الأمريكية. والله يعني صار يومين يعني أقول أنه الرد، هل حتمية الرد أم احتمالية الرد؟ وهذا أنا حرت بين هذه وهذه. حتمية الرد لابد أن ما ندرس أي خيارات ممكن أن تتبعها طبيعة الرد، لكن احتمالية الرد إذا درسنا ما الذي سيتخلف بعد الرد، وهذا راح يكون عندنا احتمالية الرد، يعني ما يكون رد أو لا يكون. حتى الجارة إيران هذا ينطبق عليها. يعني الآن إحنا نلاحظ اليوم أو ليلة الأمس كان وزير الخارجية الأردني في طهران لغرض التباحث بخصوص أو لغرض طلب من إيران بخصوص عدم الرد، لأنه ربما سيقود المنطقة، وهذا ما صرح به. مع قدم أحد المهمين من روسيا، وأيضا روسيا قدمت إلى جارة إيران بعض التسليح، وجاء أيضا على لسان الرئيس الروسي على أنه، وهذا خاطب به أمريكا ودول التحالف، تدعمون أعداءنا ندعم أعداءكم، بهذا النص تحديدا يعني قالها، معناته أن هنالك حتمية الرد أو نتقرب من حتمية. لكن احتمالية الرد الآن لاحظنا أنه بعض التصريحات تصدر، بعض التسريبات تقول أنه استهداف الشهيد رحمة الله عليه روحه من داخل الأراضي الإيرانية بصواريخ موجهة، وقسم آخر تحدث عن هنالك عبوة داخل مسكن، وهنالك أيضا من تحدث على أنه مقاطع فيديو سربت، وهنالك متهمون بهذه القضية. معناته أن هنالك تحقيق قد يقود هذا التحقيق، أو ربما يجامل أو يتستر على الجرم الصهيوني على الاعتداء على الأراضي الإيرانية، وهذا ما يدفعنا باتجاه احتمالية الرد وليس حتمية الرد. لكن أنا أقول كشخص من خلال قراءتي ومن خلال معرفتي بالقيادة الإيرانية أنه الرد سيكون، والرد سيختلف تماما عن سابقاته، وهذا الرد سيكون رد تأديبي وعقابي في آن واحد. هذا الرد راح يكون اكو توحيد الجبهات، يعني العراق لبنان راح يردون في نفس الوقت من حسب تحليلك العسكري والامني؟ ست فرح، اولا الجبهه هي واحده، المحور اليمني، اتحدث الإيراني. عن التوقيت. نعم، مو عن المبدأ. اليمني، الايراني، العراقي، اللبناني، السوري، هو جبهه واحده. زين،
أنا أعتقد سيكون كالآتي: لبنان ستستهدف مقرات للموساد والمقرات العسكرية ورئاسة أركان الجيش الصهيونية، مقرات عسكرية ذات كثافة بشرية. إيران ستستهدف المستودعات والمطارات، يعني ذات قدرة قتالية لشل القدرة القتالية. العراق سيستهدف المصالح الأمريكية ومن ضمن القواعد العسكرية بأرض العراق. ومن المحتمل أن تكون هذا ويتزامن هذا بأسبوع الرد، يعني مو في لحظة واحدة. بعد أسبوع الرد هل سنرى الولايات المتحدة تقصف انتقاميا مقار الحج الشعبي؟ وهذا أول صار طبيعي. أول خطوة ستستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية هي إثارة الشارع العراقي، وايضا انه توجيه جيوش الالكترونيه للتفليش. شنو يعني اثاره الشارع؟ بعدها تراهن على التلاعب، اسقاط الحكومه العراقيه عن طريق الجيوش الالكترونيه، واثاره مشاكل داخليه بين المتنازعين سواء كان بالبيت الشيعي او البيت السني او البيت الكردي، يعني اثاره فوضى داخليه بالشارع العراقي. طيب. مع استثمار الذين سربوا واطلق سراحهم من قبل قوات قسد السوريه. طيب. اللي هم 1500 ارهابي من قوات داعش الارهابي. نعم. هؤلاء ستدخلهم القوات الامريكيه يا اما عن طريق الجو الى الاراضي العراقيه من الطيران السمتي، او عن طريق منفذ جريشان من الكويت، او سيدخلون عن طريق الغجر الذين اجتاحوا الحدود العراق ودخلوا الاراضي العراقيه وقدموا اليهم الاراضي السوريه. طيب. مع هؤلاء ربما سيخدمون. أستاذ كامل، بثواني معدودة تتوقع انسحاب القوات الأمريكية بالسياسة بالعيني والأغاتي ولا برد المقاومة؟ لا يمكن المقاوم والعنيف، يعني إلا إذا بعقولنا نقول أمريكا تنسحب من العراق بالتفاهم وبالتفاوض. الولايات المتحدة الأمريكية محتاجة إلى الوجود العسكري العراقي جيوستراتيجيا، تريد تسيطر على عصب اقتصادي مهم للنفط والغاز في العالم. هذا الوجود الأمريكي يحمي هذه المصالح، هاي المصالح لا يمكن التفريط بها. بعدين القوات الأمريكية الموجودة بالعراق ظهير لوجستي مهم للقوات الأمريكية الموجودة في التنف وفي سوريا، وهذا تشكل رصيد أساسي وحامي. يعني مقاومة لو سياسة. الآن هنالك ربما حل أمريكي لهاي القضية، إذا قرروا أن ينسحبوا من العراق فتحوا مركز تنسيق للناتو بالأردن، احتمال أن يكون بديل. أنا في تحليلي، يعني أنا رجل مو عسكري ولا، الانسحاب الأمريكي لن يكون أبدا، لأنه أستاذ كامل الآن الدفاعات الجوية الأمريكية تقف حائط صيد عن الكيان الصهيوني من القصف الإيراني. ممكن أن تستثمر منظومة الدفاع الجوي الأمريكية. نعم. المنصبة في قاعدة عين الأسد أو الحرير مثل. طيب. ما استخدمت. يعني لا يمكن أن تنسحب، يعني ما تنسحب أبدا، لن يكون إلا إذا أرغمت على الانسحاب. وضحت الفكرة جدا. شكرا جزيلا الباحث في الشأن السياسي الأستاذ كامل الكناني. حياك الله. حياك الخبير الأمني والعسكري العميد عدنان الكناني، شكرا جزيلا. شكرا على كل ما تفضلت فيه. ملفنا الثاني راح يكون عن الاستضافة المالية النيابية لمحافظ البنك المركزي لمناقشة ملف السياسة النقدية في البلاد وعدد من الملفات الأخرى ومن ضمنها الدولار، وراح نفتح وياكم بتقرير شيبان سامي لنتابع. استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب محافظ البنك المركزي لمناقشة الفجوة ما بين السعر الرسمي للدولار والأسواق الموازية، وشهد الاجتماع بحثا في ملف تطوير المنصة الإلكترونية لبيع العملة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها، إضافة إلى موضوع المصارف وآلية تطوير عملية تحويل الأموال. يعني قد يكون هذا الاستجواب الأول في المحافظة البنك المركزي، يعني خاصة وأن هناك يعني الكثير من المشاكل والأزمات حول ارتفاع أسعار الدولار، أيضا المحافظة على سعر النقد الثابت، يعني سعر الصرف الثابت، أيضا إنه السياسة النقدية العراقية، وبالتالي أنا أعتقد إنه نحتاج إلى وضع تشريعات وقوانين لتطوير عمل البنك المركزي العراقي، تعاملات الخارجية، تعاملات النقدية مع البنوك الأهلية، خاصة مع وجود أكثر من 50 بنك ومصرف أهلي، يعني هذا محتاج إلى ضوابط ومعايير. هذا الآن يعني مهمة مجلس النواب. اللجنة المالية بحثت عددا من الإجراءات المتعلقة في تسهيل العمل والاستقرار الاقتصادي، فضلا عن تسهيل الإجراءات للقروض العقارية والسكنية للمواطنين. فيما يطلع مختصون في الشأن، يجب تطوير نظام القطاع المصرفي ومتابعة المصارف الأهلية المدعومة خارجيا. التشريعات البنك المركزي قديمة، الآن لازم نتحرر احنا من الهيمنة الأمريكية من خلال تشريع قوانين جديدة تتلائم
وهي الوضع العراقي الجديد والخلاص من هيمنة المصارف الأهلية وخاصة المصارف القريبة على القرار الأمريكي. محافظ البنك المركزي يكشف خلال استضافته في اللجنة المالية إن احتياطنا من العملة الصعبة يكفي لخلق التوازن في السوق فضلاً عن بيع أكثر من 250 مليون دولار يومياً لتلبية متطلبات التجارة الخارجية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي. حياك الله سيادة النائب. سيادة النائب حياك الله. حياكم الله وحيا الله مشاهديكم الأعزاء. أهلا وسهلا، كما أرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحسين الزيادي. حياك الله. مو دكتور أنا، مو دكتور، عبد الحسين الزيادي. عبد الحسين الزيادي. عبد الحسن. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عبد الحسن. أبدأ معك سيادة النائب، ما الذي دار في استضافتكم لمحافظ البنك المركزي لا سيما في ملف المصارف المعاقبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستضافة التي جرت يوم أمس تم التطرق فيها عن عمل البنك المركزي وعلاقته مع البنك الفيدرالي الأمريكي والشروط المفروضة على البنك المركزي في طريقة تعامله بإصدار الحوالات، حيث توقفت الحوالات باليوان الصيني منذ أكثر من شهر ونصف بادعاء من البنك الفيدرالي بأن هناك عدم وضوح بخصوص هذه الحوالات. ثم قبل 10 أيام جرى تلكؤ جديد بانطلاق. يبدو أنني فقدت الاتصال مع سيادة. نعم. الذين لديهم عقود ومعاملات مع الدول المصدرة والشركات الأجنبية، مما حدا بهؤلاء التجار للجوء إلى السوق السوداء وتوفير الدولار بالسعر الموازي، وكان له تأثير سلبي على السوق العراقية. هناك إجراءات يتخذها البنك المركزي محاولا الانسيابية في قضية الحوالات، ولكن تتلكأ هذه الانسيابية بالعقوبات الأمريكية على المصارف العراقية بحجج واهية. ومثل هذا التشدد الذي يمارسه البنك الفيدرالي غير موجود على دول أخرى وحتى على كردستان في قضية الحوالات التي ترسل من إقليم كردستان. كما تم التطرق نحو بخصوص المبلغ المخصص للمسافرين وكيفية صرفه بعد محاولات الالتفاف والتلاعب التي تجري من جهات مختلفة أو من شركات صيرفة ومن مواطنين، مما أدى بالبنك المركزي أن يضع سياقا بتسليم العملة الصعبة في المطارات. وهذا الموضوع لم يطبق بشكل كامل وبدون انسيابية، وكذلك خلق حالة من التلكؤ. كما تعلمون أن العراق يصدر 3,500,000 برميل نفط يوميا، وأمواله تودع في البنك الفيدرالي الأمريكي بحجة حماية الأموال العراقية، وتجدد مذكرة الحماية سنويا من قبل الرئيس الأمريكي. لذلك نحن محكومون بهذه الهيمنة الأمريكية كما هي في الهيمنة العسكرية والأمنية التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على العراق. لديها هيمنة على الاقتصاد العراقي، ولا بد من السعي الحثيث لتحقيق السيادة في الاقتصاد. وضحت الفكرة سيادة النائب. مثلا لدينا رغبة بالتعامل مع الصين. نعم. وضحت الفكرة. نعم. حضرتك أستاذ عبد الحسن، يعني سمعت ما تفضل به سيادة النائب، وأضيف إلى معلوماتك محافظ البنك المركزي ذكر أن 85% ورقم أبدا مو قليل من الحوالات الخارجية تتم بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة دون دخولها إلى البنك الفيدرالي. طبعا
طيب سيادة النائب قال لك البنك الفيدرالي مسيطر على كل شيء كما مسيطر الأمريكا على الملف الأمني والاقتصادي، شنو تعليق حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولقناتكم الموقرة وصديقي الأستاذ معين الكاظمي. بالحقيقة إحنا لازم نجي قبل ما نناقش البنك المركزي نناقش دور الحكومة العراقية منذ 20 سنة، منذ 20 عام، في أي مشروع نجحت؟ هل نجحت بمشروع الكهرباء؟ لا، وأنت تعرفون يعني الآن الشعب يتعذب من الكهرباء. هل نجحت بملف الصناعة؟ لا، الصناعة معطلة وفاشلة. إذن كل الملفات لم تنجح بها من وجهة نظرك. كل الملفات لن تنجح خلينا بها نحكي عن الملف الاقتصادي. نرجع إلى ملفنا وهو الرئيسي، ملف البنك المركزي. بصراحة نقولها وإحنا قلناها صار 20 سنة، أنه البنك المركزي والمؤسسات المالية يجب أن تتعامل بشفافية مع كل الدول اللي تتعامل وياها ومع المواطن العراقي المتضرر صاحب المصلحة في تحويل الأموال. لكن بالشفافية يعني تتعامل مع الدول بطريقة صحيحة، هذا المقصود. إيش هسه تعامل البنك المركزي؟ نعم، البنك المركزي عنده روتين وعنده عقد وعنده أمور أخرى وعنده غير يعني الإدارة اللي تدير البنك المركزي مو بالسهولة تتعامل أو تدير المؤسسة النقدية. هذا سبب من أسباب الفشل بالعراق، خلى الشكوك موجودة في كل دور المؤسسة المالية العراقية. يعني هذا اللي يتحمل المسؤولية البنك المركزي طبعاً. مو الأمريكان اللي يتحججون بين يوم وبآخر حتى يفرضون عقوبات على المصارف. أنا عندي موقف من الأمريكان، الأمريكان فعلاً يتحملون كل شيء، هذا صحيح، لكنه البنك المركزي هو صاحب القضية ويتحمل الموضوع الأول والأخير في هذه العملية، لأنه كل هاي العراقيل اللي تصير وكل هاي البرامج اللي تحتل كلها سببها إدارة المؤسسة المالية. هذا نعم. رأيك فيما يتعلق بالبنك المركزي. نعم، اللجنة النيابية المالية شلون تشوف عملها بالمراقبة والتشريع؟ لا حسيتك حتى لا أجامل اللجنة المالية وأجامل النواب بنفس الوقت. نعم. الحقيقة اللجنة المالية خلال هذه السنة أنا شفتها اشتغلت وحققت نتائج واستثمرت بعض المواضيع، لكن ما نزلت المفاصل المالية. يعني يجب عليها عندها مؤسسات مالية توضع الرقابة عليها بشكل شديد وتشوف هاي الرقابة هاي المؤسسات المالية ايش قاعد تسوي بالبلد. مثل أي مؤسسات؟ كل المؤسسات، كل القطاعات المالية اللي مسؤولة عنها اللجنة المالية الآن هي بها مشاكل، ومو بها بس مشاكل، بها روتين وبها كبرياء وبيها امور اخرى، وكل الوضع اللي موجود الحالي ما يتلائم ويا وضعنا الجديد احنا الان اللي نعيشه. احنا الان اللي لازم نعيش وضع مقبول وشفاف والحركه الاقتصاديه تكون نشطه وناجحه. احنا بلدنا بلد ثري لكن ادارته طيب صعبه. سياده النائب، سمعت ما تفضل به استاذ عبد الحسن، قال ان اللجنه الماليه اشتغلت بتعبيرنا الدارج ولكن ليس بالمستوى المطلوب. لماذا لا تقوم اللجنة المالية بالمراقبة أكثر على المفاصل الاقتصادية في البلاد والحد من عمليات الفساد؟ في الوقت الذي أحيي فيه الأستاذ عبد الحسن أؤيده في جانب معين مفروض باللجنة المالية التي شكلت لجان فرعية لمتابعة المؤسسات المالية التابعة لوزارة المالية لوزارات أخرى مثلا هيئة الضرائب اللي المأمول أن تكون إيراداتها لعام 2024 تصل إلى 8.9 تريليون، أو هيئة الجمارك التي يجب أن تستحصل جمارك ما يستورد قيمته ب60 مليار دولار سنويا، يجب أن يكون مقابلها على أقل تقدير 6 مليار دولار إيرادات الهيئة الجمارك. هذا الشأن الحكومي، ومع تشكيل هذه الحكومة الجديدة هناك جدية لمعالجة هذه المؤسسات، وظهر بعض التطور من خلال استضافة الهيئات المختلفة، هيئة الجمارك أو الضرائب وهكذا بالنسبة لديوان الرقابة المالية. نعم، سيادة النائب، نفس وزارة المالية، دائرة الموازنة، ديوان المحاسبة في وزارة المالية. طيب، هذه الدوائر هي مورد متابعة من قبل اللجنة المالية، والحكومة تسير باتجاه
تصحيح المسار إلى حد ما، هناك تطور في بعض هذه المفاصل سيادة النائب، ولكن حتى أفهم نقطة مهمة، شيء نعم. مهم وأساسي مع الأخذ بنظر الاعتبار. طيب حتى أفهم نقطة مهمة من حضرتك، ما هو تبرير محافظ البنك المركزي لعدم استقرار سوق العملة؟ يعني وهنالك احتياطي كافي لخلق توازن بالسوق، بالإضافة إلى النقاط التي ذكرتها فيما يتعلق بالضريبة وإيرادات الجمارك. طبعاً الاحتياطي الموجود لدى البنك المركزي يمارس دوره مع وزارة المالية مع الحكومة بتوفير الدولار للمستورد العراقي بالسعر الرسمي، وصار هناك إقبال كبير من التجار والشركات للدخول إلى نافذة العملة والحصول على حوالات بالسعر الرسمي لتحقيق الاستيرادات، مما أدى إلى استقرار في سوق البضائع، يعني سوق السيارات أو الأجهزة الكهربائية، المواد الغذائية وغيرها، من خلال توفير الدولار بالسعر الرسمي وحالة التنافس الموجودة في السوق أدت إلى حالة من الاستقرار. ولكن تبقى هناك استيرادات ممنوعة من قبل الجانب الأمريكي، يعني لا يحق للتاجر العراقي أن يستورد من الشقيقة سوريا. سوريا التي تحملت الآلام منذ عام 2011، هناك حصار مفروض من قبل الجانب الأمريكي وكذلك حصار مفروض على الجمهورية الإسلامية، ولكن السوق العراقية والتاجر العراقي من مصلحته أن يستورد من دول الجوار بأقل كلفة وأقل وقت، ولكن هذا الموضوع لا يدعم ماليا من البنك المركزي بسبب الشروط الأمريكية، لذلك يكون هناك ارتفاع وهناك فجوة في أسعار الدولار داخل السوق السوداء أو السوق الموازي، إضافة إلى حالات التلاعب التي تجري من التجار من الشركات التي تحصل على حوالة بنكية مثلا ب400 500 ألف دولار، ولكن لا تدخل البضاعة بهذا المبلغ الكلي، وهذا يحتاج إلى جهد من البنك المركزي في فحص الانفويس، يعني الفاتورة القادمة من مصدر التصدير، إضافة إلى دور هيئة الجمارك بالتأكد من أن هذه البضائع تدخل إلى العراق، وهذا الدور هو ليس واجب البنك المركزي وإنما هيئة المنافذ وهيئة الجمارك هي المسؤولة عن هذا الموضوع. فلذلك يحصل هذه الفجوة في السوق السوداء، ولكن فلسفة البنك المركزي بأننا نهيئ ما يحتاجه التاجر العراقي بالسعر الرسمي، ولكن هذا الاحتياج لا يلبى حاليا خلال الفترة القياسية اللي هي يجب أن تكون لا تزيد عن 5 أيام، ويبلغ التاجر بأنه حوالتك صدرت وستصل إلى الدولة المعنية وبإمكانك أن تطلق البضاعة وتصل إلى العراق. طيب. بعض الأحيان تصل إلى شهر وشهر ونصف، وهذه الموافقة ليست بيد البنك المركزي وإنما من الفيدرال الأمريكي، لذلك بعض القضايا هي خارج إرادة البنك المركزي، وهناك أمور من شأن البنك المركزي إصلاحها تم التنويه عليها والتأكيد عليها لإصلاح النظام المصرفي في البنك المركزي مع المصارف الأهلية في العراق. سعر الفرق الرسمي والسوق السوداء كلش عالي أستاذ عبد الحسن، يعني يوم المواطن جاي يعاني يقول لك أنا يعني أبيع العملة الصعبة عندي بالسوق السوداء وأستفيد من عتها. طيب في كل بلدان العالم وأنظمتها الاقتصادية ما يكون هذا الفارق كبير بين السوق الرسمي وبين السوق السوداء، ليش بالعراق؟ بالحقيقة كل دول العالم يعني حتى عندها مشاكل اقتصادية وعندها وضع غير طبيعي بيها يصير فوارق، لكن الفوارق بسيطة جدا، لأنه القطاع الخاص مال كل دول العالم يشتغل إلا القطاع الخاص العراقي معطل، مو شبه معطل، معطل، وأنا مسؤول عن كلامي أقوله أمامك وأمام الناس وأمام معطل بسبب أيضا أرجع وأقول إدارة الدولة. ليش؟ المفروض هذه الموارد اللي إحنا نستوردها، إحنا اليوم عندنا 6 أشهر مستوردين 200 مليون دولار
فواكه من تركيا، هذه ما كان يصير عندنا بالعراق، هذه المفروض هاي تكون عراقيه. زين انت احنا دوله ما يجينا 100 مليار من النفط نستورد بها مواد، هذا سبب لنا اشكال. طبعا ما راح يصير استقرار اقتصادي بالسوق. احنا قلنا من الاول ترى اذا ما تدعمون القطاع الخاص وتنشطون القطاع الخاص وتعطون قروض للقطاع الخاص، هاي المبالغ اللي تعطيها الى الدول وتستورد بها مواد يعني يتأذى العراق من وراء، هذه انطيها لداخل البلد، خلي تجيب بها مكاين ومعدات حتى يستثمر وينجح. هنا راح يفتح باب للسؤال، هل يراد للقطاع الخاص في العراق ان يبقى معطلا حتى تستفيد بعض الجهات وحيتان الفساد؟ اكيد 100%. ليش؟ لانه كل دول العالم دائما تدعم القطاع الخاص لانه هو اللي يبني البلد، الصناعه، الزراعه، المشاريع، الشركات، احنا كلها بالعراق الآن تعاني صعوبات، رغم أنه الحقيقة وحتى واحد ميت يعني لازم يذكر الحقيقة، خلال حكومة محمد الشياع السوداني وهذه الدورة البرلمانية صار أكو نشاط اقتصادي بسيط، لكن بسيط جدا لأنه معرقل. وهذا البسيط ما يوازي الوعود التي أطلقت. نعم ما يوازي الخسائر، يعني المفروض الدولة توفر، أعلنت منذ سنوات أن توفر مدن صناعية. شنو رأي حضرتك برد البنك المركزي على كل الاستفسارات واليوم تبين؟ يعني أنا الرد مو مقنع 100%، لأن الرد يعني ما مدروس يعني حقيقة. يعني شنو رد ما مدروس يعني اقتصاديا؟ يعني مو واضح اقتصاديا هذا الرد. الرد مو واضح اقتصاديا، يعني محافظ البنك المركزي ممكن ما يعني يسهل عملية الاستيراد أو عنده يومية يحول عملة ب 170 و 180 مليون، يقدر هذه العملة ينطي بها دعم للقطاع الخاص والقطاع الخاص يشتغل. يعني حقيقة يعني أريد أضيف إلى بس هذا مو واجبة، هذا واجب الحكومة. بس هو مشارك بالعملية، وهذا البنك المركزي هو مشارك بالعملية، يعني ممكن أن يوصلهم للحكومة يقول لهم هذا الخطأ الموجود، هذا الخطأ الموجود، أنه الخطأ الموجود أنت تستورد، يعني أكو مواد هسه موجودة عندك بالعراق، ليش تستوردها؟ أنت ما محتاج تستوردها. ليش يستوردوها؟ ها؟ ليش يستوردوها؟ ما أعرف يعني أنت تستورد حاجة البلد، حاجة البلد تتطلب أولاً الغذاء، ثم الدواء، ثم الأمور الأخرى، أنت تستورد هاي المواد اللي موجودة بالسوق الآن اللي ما يحتاجها البلد، والبلد يقدر يصنعها. بس دعم القطاع الخاص. شكد يستفيد البنك الفدرالي الأمريكي من النقود العراقية المودعة لديه؟ أكيد يستفيد. شكد يستفيد؟ ما عندي رقم، بس هو يستفيد لأنه الأموال كلها بيده. الأموال العراق شكد يخسر من هاي النقطة؟ يخسر كثير، يعني لو العراق يجيبها يستثمرها في بلده أو مو كلها، على الأقل جزء من عدها حتى يقدر يوفر يشغل الناس. إحنا عندنا يعني 8 ملايين بطال عن العمل وهم بعمر الشباب، زين دول شو وقت راح يبنون نفسهم؟ شو راح تتطور الحياة؟ سيادة النائب، شنو رأي اللجنة المالية بتوضيحات البنك المركزي العراقي؟ طبعا مختلفة، هناك يعني أعضاء يقتنعون بهذه الأجوبة وبعض الأعضاء لديهم إشكالات على هذه الملاحظات طبعا، ولكن أرجع وأقول قد يكون هناك حلول مقنعة ومنطقية ولكنها لا يمكن تطبيقها. مثلا كما جرى بالاتفاقية العراقية الصينية النفط مقابل الإعمار، إذا كان هناك اتفاقية النفط مقابل التجارة، يعني نصدر باليوم 200 ألف برميل نفط إلى الصين، ومن استلمها بالدولار؟ نستلمها بالرمنبي، والرمنبي اليوان يسلم للتاجر العراقي اللي يسلم دينار إلى البنك المركزي إلى المصارف الأهلية ويستلم في الصين الرمنبي بالسعر الرسمي، وتوصل الاستيرادات بشكل أصولي. ولكن هذه الخطوة اللي هي تعتبر من حق العراق اللي إلى ولاية على أمواله ولازم يتصرف فيها بحريته، ولكن هذه الخطوة ممنوعة من قبل الجانب الأمريكي الذي يفرض هيمنته. طيب. بأن يتم التعامل في العالم أجمع ببيع وشراء النفط فقط بالدولار. نعم سيادة النائب، حضرتك ذكرت هنالك اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المالية. النائب معين الكاظمي، أتحدث عن حضرتك، أنت شنو رأيك بهذه الأجوبة؟
أنا أقدر يعني الوضع العام الموجود، هناك أمور واقعية منها موضوع الهيمنة الأمريكية على حركة البنك المركزي العراقي، إضافة إلى التلاعب الذي يجري من قبل المصارف ومن قبل حتى التجار الذين تصدر لهم حوالات ولا ينفذوها بشكل منطقي وصحيح، فقط يفكرون بأرباحهم كيف يحصلون على دولار مدعوم ب1320 ويرجعون يبيعوا للسوق السوداء ب1400-1450. فأكو حالات يتم التلاعب بها مهما وضع البنك المركزي شروط ومحددات، يكون هناك تلاعب من قبل الجهات المختلفة. إضافة إلى ملاحظات على إدارة البنك المركزي هاي موجودة، المفروض أن تكون هناك إدارة أكثر استحكاما وأكثر دقة، ويجب أن يشرك بهذه الإدارة حتى موضوع القطاع الخاص. ما هي مشكلتكم؟ فليس حل مشكلة الدولار وغيرها فقط بعهدة الحكومة، اللجنة المالية والبنك المركزي، لابد من استضافة القطاع الخاص ليساهم في إصلاح النائب. سيادة النائب، هذا مو عملكم، هذا مو عملكم كبرلمانيين كعام نعم، هذا مو عملكم كبرلمانيين الاستضافة ومساءلة الحكومة عن القطاع الخاص. طبعا نحن نمارس هذا العمل، نمارس هذا العمل ونسعى نحوه، ويجري بعض الخطوات. صار مثلا لقاءات للتجار مع سيد رئيس مجلس الوزراء، وجرى يعني تشكيل مجلس مشترك بين الحكومة وبين القطاع الخاص لمعالجة كثير من القضايا. ما نطرحه من أفكار ومن حلول يؤخذ بها، ولا بد من متابعتها لتصل إلى النتائج المرجوة. بشكل عام البنك المركزي يوفر ما يحتاجه المستورد العراقي، ونحن مع سياسة تقليل الاستيراد، والمعالجة الأساسية والحقيقية هي أن نصل إلى حالة من الاكتفاء الذاتي. وهناك خطوات اتخذت أخيرا، مثلا وجود المنافذ الحدودية في كردستان وتعرفتها الجمركية التي تختلف عن المنافذ الأخرى، تؤدي إلى تدمير المنتج الوطني وعدم دعم المنتج الوطني. الآن جرت خطوة ليكون هناك جمرك بين أربيل وبين الموصل أو كركوك وغيرها، بحيث يتم تدقيق هذه المواد وتكون عليها جمرك معقول، مما يؤدي إلى عدم تنافس المنتج الوطني، وخصوصا في قضية الأغذية، موضوع اللحوم والبيض وغيرها. هناك شكاوى من القطاع الخاص لابد من أخذها بنظر الاعتبار. وضحت الفكرة. شكرا جزيلا عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي، حياك الله، وشكرا على كل هذه التوضيحات. الخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي، حياك الله وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت فيه. قبل أن نروح لموجزنا الخبري، خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس بشأن قانون العفو العام تحت وسم ارفضوا قانون العفو العام، لنتابع.
ننتقل بكم إلى الموجز الخبري. السوداني يؤكد على أهمية اعتماد المعايير الدولية في إكمال مشاريع مطارات الناصرية والموصل وكربلاء المقدسة. وزير الصحة يعلن تشكيل لجان فرعية لمكافحة المخدرات في عموم المحافظات برئاسة المحافظين. الموانئ العراقية تعلن افتتاح المقطع الأول من الطريق الرابط بين ميناء الفاو والنفق المغمور. والموانئ العراقية تعلن افتتاح المقطع الأول من الطريق الرابط بين ميناء الفاو والنفق المغمور. وزارة العدل تعلن إطلاق سراح 767 نزيلا خلال شهر تموز بواقع 78 من النساء و689 من الرجال. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.